الأسواق الأمريكية تشير إلى افتتاحية مرتفعة اليوم الثلاثاء قبيل صدور عدد من تقارير الأرباح المالية وصدور بيانات من الصين وفقا للتوقعات. من جهة أخرى نحن بانتظار بيانات الـ NAHB للإسكان. أما في أسواق العملات فالدولار يتعرض لضغوط، الدولار أمام اليورو والذي سنركز عليه اليوم تقف العملتان دون مستوى المقاومة عند 1.091 وتبقيان على الجانب السلبي. مواقع البيع القصيرة دون مستوى المقاومة عند 1.091 مع أهداف عند 1.0835 و 1.08 في الامتداد. سيناريو بديل فوق 1.091 ابحث عن المزيد من الارتفاع مع 1.0945 و 1.0985 كأهداف. الدولار أمام الجنيه أقل بنسبة 0.24% عند 1.422. الين أمام الدولار أعلى بنسبة 0.42% عند 117.9135. أما المعادن الثمينة فهي في اتجاه صعودي. مؤشر RSI للذهب يبدو من الأزيد من إيجابيات، مواقع الشراء طويلة فوق مستوى الدعم جديد عند 1085 مع أهداف تصل إلى 1097 و1106 في الامتداد. الفضة أعلى بنسبة 1.145% عند 14.06 للأونصة. Trading Central Web TV لويا لكوا.